ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير. ها هي انطلاقة شوط الشداد، شوط الشداد لإذاع الجعادين المحليات الأصائل لأبناء القبائل. مسافتنا 6 كيلومتر. المركز الأول هناك شداد وبقية المراكز حتى المركز الخامس جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. بنصير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط ورغام في المركز الأول للسيد حمدان بن حمد بن حمد بن بيات الرميذي، وفي المركز الثاني الشقي للسيد سعيد بن يابر بن عبد الله، وفي المركز الثالث نجوم مناور للسيد مكتوم بن إبراهيم بن سالم المزروعي، وفي المركز الرابع عالي قادم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات وكفته مليئة بالترشيحات للسيد عابر بن خلفان بن محمد الهاملي، وفي المركز الخامس هملول للسيد محفوظ بن خميس الينيبي. وعذاب القلب من شيء نشوفه يا أبو ناصر متواجد مع هملول في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع إلى المقدمة وإلى ضرغام. ضرغام لا زال على مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن حمد بن حمد بن بيات الرميذي على مقدمة هذا الشوط. الشقي في المركز الثاني للسيد حمدان بن سعيد بن نيابر اللي في المركز الثاني. المركز الثالث مناور في المركز الثالث للسيد مكتوم بن إبراهيم بن سالم المزروعي، وفي المركز الرابع عالي صاحب المكانة العالية عند عابر بن خلفان بن محمد الهاملي اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين للسيد رايد بن مبارك بن سالم الاجتبي. هذه النتيجة وهذا ثاني نداء للمراكز الخمس الأوائل. نرجع إلى المقدمة إلى المنافسة على مقدمة هذا الشوط على شداد الإذاعة الجعدين المحليات. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للإذاعة الجعدين المحليات. الأصايل يتنافسن على أرضية ميدان الوثبة، يتنافسن منافسة قوية، لاحتلال المركز الأول. لا زال ضرغام على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا ضرغام للسيد حمدان بن حمد بن حمد بن مياد الرميذي، وفي المركز الثاني الشقي للسيد سعيد بن يابر بن عبد الله اللي في المركز الثاني. المركز الثالث مناور للسيد مكتوم بن ابراهيم بن سالم المزروعي، وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع من الجانب الثاني. أرى الآن مبدع للسيد سعيد بن سعد بن ضاحي العامري في المركز الرابع. وفي المركز الخامس سلهود للسيد سعيد بن محمد بن أحمد بومراهيم. يا سلام يا المدلل، القادم مع سلهود في المركز الخامس. نرجع إلى المقدمة إلى ضرغام والشقي. ضرغام لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا ضرغام على هذا الأداء المتميز، يحمل شعار المايدية الذي حظت على الكاس المفتوح. أيضا ضرغام يحمل نفسي هذا الشعار مع المثير وشعار المثير. يا السلام يا المثير. حمدان بن حمد بن حمد بن بيات الرميذي الشقي في المركز الثاني للسيد حمدان بن سعيد بن عبد الله اللي في المركز الثاني. يبقى الآن نبى نشوف شقاوتك يا الشقي مع الشداد، مع المنافسة، مع ضرغام وبقية المراكز الذي في المركز الثاني. ابن زعبيل قادم مع الشقي في المركز الثاني، عينه على الشداد. ننتقل الى المركز الثالث، سلهود في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد بن احمد ابو ابراهيم المدلل. اليوم يوم الدلال، يا ابو ابراهيم. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الرابع مناور بدا يناور. مناور قادم من مدينه زايد للمناوره هنا على ارضيه ميدان الوثبه. مناور للسيد مكتوم بن ابراهيم بن سالم بالكور المزروعي، وفي المركز الخامس عالي للسيد عابر بن خلفان الهاملي. يبا يعبر مع الشداد، يبا يعبر مع الشقي، يبا يعبر مع مناور، يبا يعبر مع سلهود، مع ضرغام. يا سلام
يا سلام على هذا الأداء المميز. نرجع إلى الشقي، الشقي الشقي على المقدمة، الشداد ينتظر، الشداد ينتظر، ينتظر الفائز، ينتظر الذي بيفوز بهذا الشوط من ملاك الإذاعة الجعادين المحليات الأصايل. الشقي، الشقي بدأ يتصدر، بدأ يباعد ابن زعبيل، غادم من زعبيل للمشاركة لانتزاع الشداد، ويذهب بالشداد إلى هالي زعبيل. يا سلام يا الشقي على هذا الأداء، الأداء المتميز الذي يقدمه على أرضية ميدان الوثبة. يا سلام يا سلام يا سلام، ها هو الشقي للسيد حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الثاني سلهود، سلهود للسيد سعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم اللي في المركز الثاني. المركز الثالث عالي، عالي صاحب المكان العالي، بدأ يتحرك، بدأ يتحرك، وفي رصيده رمز، ها هو عالي، عالي للسيد عابر بن خلفان الهاملي. ونحن نعبر الكيلو الأخير بقيادة الشقي، الشقي الشقي وهو شقي، وهو شقي. يا سلام يا الشقي، اليوم يوم الشقاوة، اليوم يوم الانتزاع، اليوم يوم الناموس، اليوم يوم العروض الجميلة في هذا الختام الجميل، في هذا الختام الجميل، ختام الوذبة في يوم التوقيتات الزمنية، هناك في مسافة الخمسة كيلومتر 7 دقائق 8 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، مع مثير الحدث الأبرز بنوعه لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يلا يا الشقي، يلا يا الشقي، جماهيرك محبينك يا ابن زعبيل. يا سلام يا الشقي، تهانينا للسيد حمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله على هذا الفوز الذي قدمه الشقي. ينتزع بالشداد ويذهب بالشداد، يا سلام زعبيل، ند الشبه مع الشداد، مع الشداد من الوذبة عبر صيح الشعيب إلى هالي زعبيل وإلى هالي ند الشبه. سلام سلام عليكم يا أهل زعبيل، سلام سلام عليكم يا أهل ند الشبه. تهانينا للسيد حمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله على فوز الشقي بالمركز الأول وشدادي هذا الشوط ورمزي هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين للسيد سالم بن سعيد بن يريو المنصوري. وفي المركز الثالث شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع مناور للسيد مكتوم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي. وفي المركز الخامس تبارك للسيد غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين. هذه النتيجة، هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول الشقي بعدما انتزع الشداد بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. اليوم يومك يا الشقي، وانت تنتزع الشداد وتذهب بالشداد إلى هالي زعبيل على هذا الأداء، الأداء المتميز اللي شاهدناه هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة. ها هو الشقي، ساعة وصوله إلى خط النهاية 9 دقائق 10 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن يابر بن عبد الله على فوز الشقي بالمركز الأول والذي وصل في المركز الثاني. شاهين في المركز الثاني، شوف توقيت شاهين، ها هو شاهين 9 دقائق 19 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن سعيد بن يريو المنصوري والذي وصل في المركز الثالث. ها هو المركز الثالث، 9 دقائق 22 6 أجزاء من الثانية شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والذي هو الذي وصل في المركز الثالث. تهانينا الذي حصل على المركز الرابع والخامس، تهانينا للجميع، تهانينا لبني زعبيل حمدان بن سعيد بن يابر.